ربنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك ونفع الله بكم المسلمين فتح الله علينا وعليكم بالعلم النافع جعلكم الله قرة عين سيدنا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك هذا معهد سيدي يعني واقف يعني بالسيف على الضالين وعلى المبتدع الذين ينحرفون من أهل السنة خاصة الشيخ يعني معروف في هذا الشيء أيها المستمعون اليوم في مركز الصراط المستقيم نستضيف ضيفا كبيرا شرفنا من بلاد الشام السورية الشام بلاد الأقطاب والأبدال ضيفنا الشيخ السيد عبد القادر محمد حسين حفظه الله تعالى والله نحن الآن في فرصة سعيدة في فرصة ذهبية ونرحب بحفاوة حارة بضيوفنا الكرام في هذا المركز الشيخ الدكتور عبد القادر حسين حفظه الله تعالى له باع طويل في العلوم الإسلامية قد درس في جامعة أزهر والمدرسة الكوثرية وهو عضو هيئة التدريس بجامعة دمشق شرفنا مع علمه وروحانيته لنا اليمن والسعادة من بلاد الشام الشيخ عبد القادر نال درجة الماجستير في العلوم الشرعية الإسلامية وأيضا نال درجة الدكتورة في الشريعة الإسلامية وحضر رسالته حول موضوع هام ألا وهو معايير الرد والقبول في تفسير النص القرآني فلهذا يفسر القرآن بطريق عظيم شيخنا شارك في عدد من المؤتمرات وقد كتب مقالات علمية سمينة ثقافية في مجلات عديدة له محاضرات علمية كثيرة وأيضا المقاطع آلاف من المقاطع المسجلة في يوتيوب الآن إننا الشيخ هذه نخبة من الطلاب هم كما يشتاقون إلى رؤيتكم يشتاقون إلى كلماتكم بدايتي
نشكر فضيلة الشيخ شيخنا جزاه الله خيرا ورضي الله عنه، فقد أحببناه قبل أن نراه. لماذا؟ لأن الذي يدافع عن الحق وأهل الحق في هذا الزمان عزيز، ذلك الله تعالى يحبهم، الله جل جلاله يحبهم. الذين كتب الله لهم القبول في الأرض هم العلماء الراسخون الذين يمسكون الناس بالكتاب، مثل شيخنا من يدافع عن الحق وأهل الحق، فهو قليل مع الحاجة إليه. من ألبسه الله تعالى هذا الثوب، ثوب الدفاع عن الحق وأهل الحق، لا أشك في ولايته، ليس عندي أدنى شك في ولايته. فضيلة الشيخ يعني أثنى علي بثناء لا أستحقه، ولكن عادتنا كما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري ماذا يقول؟ إذا أثنى عليك بما لست أهلا له فأثني عليه بما هو أهل له. مسموعات فضيلة الشيخ يعني قلت، والشاعر إيش يقول؟ جرير يقول: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، والأذن تعشق يعني تحب قبل العين أحيانا، فالأذن تسمع وأحيانا يكون المرء أفضل من المسموع كما رأينا. الثابت على الحق في آخر الزمان قليل، لكن عليه أن يصبر. ومن جامل مبتدعا أو داهنه ابتغاء العزة أذله الله، وإذا كان ابتغاء الغنى أفقره الله، وإذا ضحك في وجهه سلب حلاوة الإيمان. لذلك أنتم على الحق، أخذكم من الشيخ على الحق، والشيخ على الحق، ما دام يرد على أهل البدع فهو على الحق، والله تعالى لابد أن ينصره. ماتوا أولئك، هلكوا، ذهبوا، لا أحد يعرفهم، وبقي الإمام الرازي لرده على أهل الهوى وأهل البدع. كل من أقامه الله وجندهم في نصرة دينه، في نصرة السنة، في الرد على أهل البدع، في الرد على الشيعة، في الرد على الوهابية، في الرد على أهل الحداثة والليبراليين، هؤلاء هذا ولي من أولياء الله. من جودك الدنيا وضرتها، هذه رسالة الدكتورة ما شاء الله غاية الحواشي على ما شاء الله على شر جامعة المنجاب ما شاء الله ما شاء الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أول الشيخ عبد القادر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما